أيضا تنضم إلينا من ميلوكي مراسلة الشرق هبة نصر. هبة، أهلا ومرحبا بك. إذا هبة، قبل قليل وردنا عن البيت الأبيض، موت قائد فاغنر لن يفاجئ أحدا، وأنه البيت الأبيض والخارجية الأمريكية قالت نتابع التقارير بما يخص هذه الحادثة. هل هناك أي تصريحات جديدة حول هذه الحادثة في واشنطن؟ فقط للإشارة ميراشا، نحن في ويسكونسن حيث يفترض أن تكون المناظرة الجمهورية الأولى لاختيار مرشح الحزب الجمهوري، وهذا الخبر الذي ورد منذ 3 ساعات سيطر على الأجواء هنا في موقع المناظرة كما في واشنطن كما في نيفادا، حيث يقضي الرئيس الأمريكي إجازته الصيفية. بحسب ما وردنا من البيت الأبيض، تمت إحاطة الرئيس شخصيا بحادثة الطائرة في روسيا. أنا أنقل الكلمات حرفيا، حادثة الطائرة في روسيا، لم يقولوا حادثة تحطم طائرة زعيم فاغنر أو مثلا أو يؤكدوا. بعدها البنتاغون قال سمعنا التقارير وليس لدينا ما نضيفه حتى الآن وسنواصل مراقبة الوضع. المفاجأة قليلا كانت من قبل مجلس الأمن القومي تقريبا بعد نصف ساعة أو بعد ربع ساعة على هذه التصريحات، والخارجية يعني مجلس الأمن القومي، بما معناه أننا تلقينا التقارير، وإن صحت لا يجب على أحد أن يتفاجأ. الخارجية الأمريكية ذهبت أبعد قليلا، قالت إن الحرب الكارثية في أوكرانيا هي ما أدى إلى دخول أو مسيرة لجيش خاص بأن يتجه إلى موسكو وما حصل اليوم. يعني and now it would seem to this. So, الآن يعني هناك لا تأكيد من قبل الأمريكيين بأن بريغوجين كان على هذه الطائرة، لكن أعود معك ميراشا إلى منتدى أسبن عندما تحدث بيل بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية، وهو سفير سابق في روسيا وأعظم خبير في هذا الملف من قبل الأمريكيين، يعني هم من يعتمدون عليه في التحليلات. قال إن ما حصل، يعني ما قام به بريغوجين، أظهر ضعف في القيادة الروسية، ومنذ ذلك اللحظة هناك توقعات بأنه قد يحصل شيء لمحاولة عكس خلاف هذه الصورة. توقعات المراقبين، أقول، لم يقل بيل بيرنز أن هذا سيحصل، لكنه قال إن المشهد الذي رأيناه عكس ضعفا لدى القيادة، يعني هذه الصورة التي أعطاها، ولكن لم يقل أن هناك ضعفا، وبالتالي يعني الكلام يتم اختياره بعناية هنا ميراشا. أشكرك هبة على هذه المداخلة، وطبعا نحن سنكون معك في متابعة لاحقة